ابدا. صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا. كل حاجه مش عارف الشهاده. شكرا مبدئيا لكل قنوات الصحافه المصريه اللي بتيجي توصل الصوره والكلام للجمهوريه كلها. شكرا كل صحافه مصر اللي بتساعد لتوصيل الاسعار الحقيقيه الفعليه الواقعيه لسوق تجاره السيارات في مصر. صلى على النبي. على السلام. هنبدا من الاول الاثنين الجماعه سهلين هنا العربيه بالكتالوجات بتاعتها بالصلاه على النبي. انت تطلع تكشف؟ اطلع اكشف. العربيه لو فيها اي حاجه في الكشف. احنا اهو الدنيا واضحه. الراجل البايع المشتري فين؟ المشتري اهو هيطلع معاه بايع ومشتري يكشفوا مع بعض على اتفاقنا قدام الناس كلها اهو. الاولاد يا معلم عربيه طبعا. العربيه ما فيهاش لمسه على الكشف. 800 من هنا و800 من هنا ونكشف. ادي البايع وادي المشتري عينا بيانا قدام الخلق. العربيه تطلع تكشف بكام؟ واحد الله. الاول بنشكر قناتي يا باشا. بدون يعني بدون ابو كبير ميديا. ابو كبير ميديا الشرقيه. عايزين تجار الشرقيه تحضر معانا هنا عشان يساعدونا بعربيات. في دعم كبير بيجنن من الشرقيه. قناه يا باشا. هشوف بشوف. يبقى دلوقتي يابا كله هيشوف. تعالوا اطلع كشف قدامنا نطلع الناحيه دي. متابعينا الكرام متابعي ابو كبير ميديا اهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. معاكم انا صحفي محمد شلتوت. يعني زي ما حضراتكم شايفين متواجدون في منطقه حدائق القبه ويعني اشهر سوق سيارات هنا في منطقه حدائق القبه عند الحاج محمد عبد الوهاب. زي ما حضراتكم شايفين الزحام 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 هنا يعني على احدى السيارات وارخص اسعار السيارات هنا يعني في منطقه الكواليس. يعني زي ما حضراتكم شايفين زحام زحام على يعني احدى مزاد السيارات هنا في منطقه حدائق القبه. يعني اي ملك مشتري مع بعض. فاضل يا باشا 345 العربيه فيها المزاد بغلط البيع. 200 2005 دواخل سليمه. 200 حاضر. كام دي يا عمنا؟ كام ده يا معلم؟ 2010 بكام؟ في اخرها كام؟ الصحافة كلها هنا ما بوظناش الدنيا عشان خاطر الصحافة. 350 عشان خاطر الصحافة ينزل كام؟ خش حاضر يلا يعني طبعا صاحب العربية بيجي هنا وبيقدم السعر وبيشوف السعر ده هيدفع على ايه؟ خش يلا يعني زي ما حضراتكم شايفين متابعينا الكرام متابعي ابو كبير ميديا. يعني زحام هنا عند محمد عبد الوهاب يعني في سوق السيارات. يعني زي ما حضراتكم في مصر. طب اشرح لنا كده يا حاج محمد. احنا عايزين نفهم يعني عايزين نشرح للساده المشاهدين. 2006 اوتوماتيك. الراجل كان عارف بكام؟ 320. الوضع اختلف. النهارده عايزين نثبت للجمهوريه كلها اسعار السيارات الحقيقيه والواقعيه. قول يا باشا بالسوق الرسمي. اه بكام؟ بكام يا عمنا؟ في كلمه واحد الله. قول 300. علي صوتك. 300 بدل 320. يبقى لما نقول في انخفاض يومي من يومين 350 320 وحاليا 300 فرق 50,000 جنيه نزلوا من سعر العربيه. وقت الجد هتنزل 290 و285. خش الله ينور. يعني زي ما انتم شايفين موضوع خدمي موضوع مهم لعدد كبير من طبعا المشاهدين ويعني المتابعين خلال يعني موقعنا ان كل يوم سفر يوميه السيارات بتنحصر بشكل تدريجي بمختلف انواعها واشكالها زي ما انتم شايفين. تابعوا معانا تحطيم الاسعار. تاني فئه 670. تاني فئه بره وجوه 670. السعر كام؟ 670 وتاني فئه 16.
مش غالي حبتين؟ ايه يا عم الكلام ده يا عم؟ غالي احنا بنقول تحطيم الارقام القياسيه والاسعار. نعملها ب 580؟ خش يا راس كام يا محمد بالله؟ خش خش بس قول لي كام؟ خش يا كابتن. اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق. طب ايه هينزل ولا ايه؟ هندخل لكل الناس يعني إيه؟ عايزين برضو نعرف من حضرتك يا حاج نحاول نقنعه انه ينزل. اه على الوضع ده العربيه دي الفلانيه هنبيع بسعرها يعني ما بيقولش السعر وانت بتوافقه. لا لسه بيقول لا لسه هنشتغل بقى لسه بيقول لسه يجي العميل يدخل يشتغل معاه تاني بلوك مره واثنين وثلاثه. الله ينور. طب حتى بالنسبه تسال سعر ممكن ليه العميل اشترى النهارده دي يبيع بكره دي يبيع كمان اسبوع ما تجيش يخسر زي ما كان الواحد بيشتري النهارده يبيع بكره يحصل بالالوفات المؤلفه. طب بيكون العائد ايه طيب؟ العائد الصلاه على النبي. عايز ايه عائد اكتر من كده؟ الصلاه على النبي الصلاه على النبي. يعني الناس بتسالنا يا محمد ده مخزون الذهب ده الذهب. ايوه هو عايز اكتر من كده. عايز بقى الصلاه على النبي. عايز بقى جمهوريه مصر العربيه كلها عندك. الله ينور الرجاله. مصر اسوان الاقصر سوهاج اسيوط ده اهليه غربيه. مش حد منوفيه. كل خط الدلتا. مش حد منوفيه. كل خط الجيزه. كل خط ابن. صحيح. طول طول. يعني زي ما حضراتكم شايفين متابعين على القناه ومتابعين على ابو كبير ميديا. يعني زي ما حضراتكم شايفين 45000 النهارده لحد 1,450,000 اللي هي السبورتاج الواحد ال 22 من كم؟ ده على حاجه من كم حضرتك؟ 45000 لحد 1,400,000 اللي هي سبورتاج 22 بلس جوه لسه هندخل نكمل. يعني لو حد معاه 45000 يقدر يركب عربيه. ممكن ينزل خمسه كمان. صلي على النبي. يبقى تبقى مرتاح. طيب لو في حدود 300000 250 يركب ايه؟ حابين نعرف الناس. على رجل وتركب اللي انت عايزه. 250 رقم حلو. 300 رقم حلو. ده رقم حلو في سوق عربيات يعني. في سوق المستعمل رقم كويس وتركب اوتوماتيك. يجيبوا ايه؟ يجيبوا ايه؟ حاجات كتير هتسوق بعينك دلوقتي كله. ابقى واحد لسه. عندك اكسنت ايه؟ 2006 190000 سالمها لانج من جوه 190000 صاحبها اهو 190000 هتنزل معانا 2006 صح الكلام ده؟ صح الكلام ده؟ هتنزل معانا ايه تاني؟ 2006 تشتغل اوبر وكريم وكله. هننزل ايه تاني؟ هننزل 2000 اول مره بننزلش بخمسه. المعلم حسين نازله من 200000 188000 185000 بالصلاه على جمال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اكسل ده 2006 على الكاش. الله ينور الله ينور. تتباع بره اغلى. الصلاه على النبي العربيات مغرقه الدنيا عندي. محمد 2016 اول فئه 92000 مطلوب 730. 2000 كم؟ مفيش جرام بويه بره وجوه. عدات 93000 كيلو 2016 اخرها كام؟ اول فئه اللي انت تقول عليه نزل خمسه 725 720 طب 660 يلا عشان خاطر الغلاب الدنيا ما انت شايفه مع بعضينا بس مش قوي. ريح بص يا دكتور بننفس. ريح ريح. انت فاهم الكلام مع مين؟ معلش لا انت افصل معايا دلوقتي. طيب افصل معايا دلوقتي. 710 فاضل انزل حاجه ثانيه والله. طب بص بص وحد الله استغفر الله صل على النبي 680000 وتوكل على الله وعربيه نزل نزل 2016 الله اكبر الله اكبر في منطقه حدايا القبه عند محمد عبد الوهاب. ويعني طبعا زي ما حضراتكم شايفين اسعار تبدا من 40000 جنيه. انا والله ما اعرفه ولا اعرف اسمه. ايه من سوهاج؟ من سوهاج اصحاب ابننا سوهاج لليوم الرابع. لليوم الرابع اقسم بالله سوهاج اول عربيه داخله راجل اتفرج عليها هو اول واحد بالصلاه على جمال. طب اقول لك ايه؟ في تبيع العربيه بسعر اغلى من كده بره والناس تشتري. اليوم الناس بتبارك هنا مفيش مزايدات هتحصل. لسه عميل لسه عميل مشترى عربيه. احنا بناخد من هنا بنكسب. انا راجل تاجر بحكم معايا. بناخد من هنا بنكسب بره.
بس بنكسب بالمعقول، كل واحد فينا فتح بيت وبيت وعيال فبنكسب كلنا بالمعقول، لكن احنا بناخد من هنا بنكسب بره. يعني عايزين برضو نعرف ال الله يبارك يا عم محمد، عايزين نعرف الفرق. ما بكسبش، مش هاجي من سواق لهنا. الصلاة على النبي. الله يبارك. عايزين برضو نعرف، عايزين نعرف الفرق. نايم هنا عشان ناخد عربية. الصلاة على النبي. اتفضل يابا انت. يا رب خليك يا عم. الله يرزقك، الله يرزقك، اتفضل يابا، اتفضل. اتفضل انت يابا هنا. يعني يا متابعين، اتفضل يابا اتفضل. متابعي ابو كبير. هتفرج على العربية أول واحد. يعني زي ما حضراتكم شفتوا ما زاد هنا في يعني منطقة حدائق القبة ويعني زحام، زحام شديد هنا عند عم محمد عبد الوهاب زي ما حضراتكم شايفين، والزحام هنا في منطقة حدايا لوبا. وهتشتري العربية من 40,000 جنيه عند محمد عبد الوهاب. مشاهدينا ومتابعينا ومتابعينا الميديا، كان معكم انا صحفي محمد شدوت، وشكرا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحد الله.